زهرة، خالد تعالوا، اكيد لسه ما جبتوش الصابون. انتوا عارفين ان احنا ضروري نغسل وشنا مرتين في اليوم على الاقل، وكمان لو في عرق لو لابسين كاب مثلا. الاول نغسل ايدينا كويس قبل ما نغسل وشنا باستخدام ميه فتره من الحنفيه، بعد كده بننشف وشنا بالفوطه بالراحه، لان الاحتكاك ممكن يسبب التهابات جلديه. وكل واحد يستعمل الفوطه الخاصه بيه.